السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلموا على الهامستر، صدمة كبيرة لجميع المتابعين، وأنا معكم أيضا، لأنه التطبيق هذا ما خدمناش في قناة اليوتيوب، خدمناه في مجموعة التليجرام وكنا مع بعض، يعني تعبنا في التطبيق سواء في جمع المفاتيح، في فتح الصور، في الاستعانة بالأصدقاء من أجل الإحالات الوهمية، ولكن في الأخير التطبيق وزع كميات كبيرة على الناس اللي عندها إحالات بزاف واللي عنده مفاتيح بزاف، يعني هما الأغلبية والإحالات اللي يدوا أكثر، يعني تكون عندك إحالات بزاف وما خدمتش في التطبيق تدي عملات بزاف، وهذا كل واحد ورزقه، كل واحد وش كتب له رب العالمين، مانيش انا نقول لهم في رزقهم، يعني اللي استفاد من الإحالات ربي يهنيه، واللي استفاد من المفاتيح ربي يهنيه، واللي مازال ما استفادش ان شاء الله يستفاد من هذا الفيديو تاع التداول. إذا شفنا باش نكونوا متفقين، أنا عطاوني 3459 قابلة للسحب، الإحالات ما عنديش، ما عندي 6 إحالات البطاقات فقط، والأغلبية تاعها مهميين، لذلك الرصيد جبته من الربح في الساعة والمفاتيح. هذا هو الرصيد منين جاء، أما البقية تعبنا أروحنا فيهم بعض، ولكن ما نبقوش متوقفين هنا، راح نروحوا للمنصة ونتكلموا على استراتيجية التداول، لأنه في المجال تاعنا ماشي التطبيقات هذو اللي يعطيوك الأموال، التداول هو اللي يعطيكم الأموال، كما قلت لكم قبلها عند عامين قلت لكم التداول هو اللي فيه الأموال، لذلك لازم تتعلم التداول، يعني تجيب رأس مال من التطبيق صح، تدي $50 من التطبيق هذا أو $100 وتعود تتعلم التداول وتخدم هذيك $100 باش تستفاد منها لما يكون الترند الصاعد، ما يكونش الترند الهابط، وما يكونش السوق متدهور مثل هذه الفترة. نروحوا لمنصة باينانس ونكملوا. بمجرد الدخول في المنصة حتلقى لينش بول العملة هامستر، إذا خرجت لك هنا في الواجهة وحبيت تستفاد من العملات، أنك تعمل تخزين العملة بيان بي أو عملة FDUSD، إذا ما خرجت لكش من هنا تأتي إلى Discover، ثم تلقى لهنا Launch Pool. إذا شفنا لهنا Launch Pool عندنا 3 ملاير سيتم توزيعها على اللي يخزن FDUSD والBNB، مازالت 14 ساعة وينطلق التخزين. طريقة التخزين بسيطة، تضغط هنا ثم تحط FDUSD تاعك وتعمل تخزين، ثم تأتي إلى البي ام بي نفس الطريقة. بالنسبة للبي ام بي مينيموم هو 0.01 وتعمل تخزين، هذه العملات تعود تضيفهم الرصيدك لما يدرجوا العملة. العملة فيها 100 مليار، إذن العملة فيها 100 مليار
3 ملايير ديتها بيناس، بقات 97 مليار. قداه ضخ أصحاب المشروع الهامستر؟ هل ضخوا 30 مليار كيما راهي تمشي الهدرة مع 3 ملاير تاع باينانس؟ ما 33 مليار. السعر المتوقع للعملة كيف يحسبوه؟ السعر المتوقع يتحسب على السيولة تاع العملة، السيولة اللي ضخت للعملة. أعطيك مثال، إذا ضخوا 300 مليون دولار القيمة السوقية تاع العملة، السعر راح يكون ما بين 0.003 حتى 0.1. إذا كانت القيمة السوقية 500 مليون، راح تكون ما بين 0.05 حتى 0.02. إذا كانت القيمة السوقية 1 مليار دولار، راح تكون سعر العملة ما بين 0.1 وتوصل حتى إلى 0.15. إذن العملة ماهيش مرتكزة على شركات أو بنوك أو باش تدعم باش تدخلها سيولة. العملة معتمدة على المجتمع والإشهارات والألعاب، لذلك السيولة كاملة راح تكون عند أصحاب المشروع. هل أصحاب المشروع راح يضخوا سيولة لحفاظ سعر العملة، أم يعتمدوا على المجتمع والمجتمع تاعها تقريبا 100 مليون مستخدم كاملة من المتداولين، يعني ما عندهمش سيولة ليضخوها؟ لذلك خلاص القول، ما نقدروش نحكموا على السعر حتى نشوفوا القيمة السوقية للعملة. ننتظروا لو 26 تنزل العملة ونشوفوا القيمة السوقية تاعها، من ثم يبان أين يستقر السعر تاعها. وفي الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.